السلام عليكم شباب. ان شاء الله النهاردة هناخد نكمل الجزء اللي هو الجزء رقم 2 في المحاضرة رقم 2، لان احنا ما كناش كنا رفعنا بس ليكم اللي هو الجزء الاولاني اللي هو كان بيتكلم على السيل سايكل. كنا خدنا خلاص السيل سايكل وعرفنا الانهيبيتورز بتوعها، سيل سايكل انهيبيتورز، وعرفنا السيل سايكل سايكلين ديبندنت كايناز والسايكلين، ومين فيهم الريجيلاتوري ومين فيهم الكاتاليتيك. النهارده هنعرف امتى الخليه بتبدا وهي بعد ما بتبدا في الفيزز بتاعتها، هل بتمر كده عادي ولا لازم يكون في تشيك بوينتس، مناطق للفحص، بحيث يتم التاكد ان الدي ان ايه ريبليكيشن بتاعته صح، الكروموسومات مثلا الاسمبلي بتاعها صح، هل اصلا متوفر جروث سيجنال ولا لا، يعني موجود ما يتوفر من سيجنال عشان تدخل في جي 1 ولا لا. فدي اللي بنسميهم ان عندنا اول ثلاثة تشيك بوينتس، جي 1 تشيك بوينت، جي 2 تشيك بوينت، وسبندل اسمبلي تشيك بوينت. يعني ايه جي 1 تشيك بوينت؟ جي 1 تشيك بوينت عبارة عن موجودة في اليست بنسميها كلمة ستارت، اما في الانيمال بنسميها ريستريكشن بوينت. ايه هي ريستريكشن بوينت؟ هنتعرف عليها خلاص. طيب الجي 2 تشيك بوينت قال لك موجوده فين؟ قال لك موجوده ما بين الجي 2 والام. طيب بتتاكد ان الدي ان اي حصل له سينسس، بروبر سينسس، ما فيش اي ريبليكيشن، ما فيش ايرور في الريبليكيشن، وانها تقدر تعمل الميتوزس. تمام. السبندل اسمبلي ما بين الباوندري بتوين الميتافيز والانافيز، يعني في المراحل اللي هي الكروموسومات لازم تكون واقفة في النص، الكروموسومات لازم تكون واقفة في النص aligned. تمام. والميتوكوندري اللي هو الميكروتيبيولز attached to the كروموسومات، ماشي، الكروموسومز. في الحالة دي بنسميها السبندل اسمبلي تشيك بوينت. طيب الصورة دي بتوضح لي فعلا الفيزز، خلاص بتذكرني بالفيزز. اول حاجة اللي هي الجي 1، عند الجي 1 دي لو توفر معايا النيوترينز، الجروس فاكتورز، مفيش اي دي ان اي دامج، والسيل سايز از بروبر،
الخلايا على طول بتبدأ تدخل فين؟ في بداية الـ DNA synthesis. أما لو متوفرش معايا الجروس فاكتورز خلاص، إن قدر الله في DNA damage موجود نتيجة لتعرض مثلا UV أو متعرضين لـ any mutagen إذا كان chemical or radiation anything any type of inducers للـ mutation، الخلية بتقوم على طول داخلة فين؟ في G0 state لو مفيش موجود growth factor. اما لو في DNA damage بيحصل cell cycle arrest، بيجي اللي هم cell cycle inhibitors اللي كنا بنتكلم عليهم، اللي هو B15 والB16 عشان يوقف مين؟ الخلية عند G1 عشان يقول لها ايه؟ صلحي repair صلحي الايه DNA damage. تمام. طيب في حالة ان الجروس فاكتورز خلاص توفرت، الخلية بتدخل من G1 وتروح على مين؟ تبدأ تصنع في مين؟ في DNA وتعمل له ريبليكيشن. بعد ما تعمل ريبليكيشن بيدخل في جاب هنا، الجاب دي بتعمل ايه؟ بتعمل make sure ان cell size is enough to be divided، انها تتكسر تنفصل الاتنين، تشوف اذا كان في ان دي ان اي دامج ناتج من مثلا من في ايرور بردك حصل اثناء الريبليكيشن، بدل ما يدخل جوانين قصاد السيتوسين دخل ادينين قصاد السيتوسين، فيحصل ايه بردك سيل سايكل ارست هنا عشان يدي فرصه للخليه انها تعمل ريبير. الريبير ده بقى مثلا ممكن يكون نتيجه مثلا ميس ماتش ريبير، بيز اكسيشن ريبير، نيكلوتايد اكسيشن ريبير، دبل ستراند بريك، وات ايفر اللي موجود، فبيدي فرصه لمين؟ للخلايا عشان تعمل ريبير. طيب الحمد لله كل حاجه موجوده، الدي ان اي ريبليكيشن صح والسايز از انف. نيجي ندخل على مين بقى؟ على الخليه تبدا تدخل في مين؟ في الانافيز والبروفيز اللي هي المراحل بتاعت مين؟ الميتوزيس. المرحله اللي عندها الكروموسومات زي ما قلنا لازم تكون واقفه في النص واتاتشد للمايكروتوبيول سبيندلز. تمام. في هنا عندنا تشيك بوينت تيجي تظهر هنا، تشوف هل الكروموسومات فعلا صح متوصله صح بالمايكروتوبيولز بالسبيندلز، ولا ممكن كروموسوم يفلت، فلما اجي هشد الاثنين خلايا ينفصلوا عن بعض، واحد منه اثنين هيروحوا في خليه والخليه الثانيه مش هتاخد حاجه مثلا. تمام. دي اللي بنسميها ايه بقى؟ كروموسوم اتاتشمنت تو سبيندل، بتعمل تشيك عليها. تمام. طيب ده جاست ريبيت اللي احنا قلناه، ان جي 1 بتاع في الخليه في اليست اسمها ستارت، وفي الهيمامز اسمها ريستريكشن، بتتاكد من السيل سايز والافيلابيلتي اوف نيوترانس والجروث فاكتورز اللي قلنا عليها. طبعا احنا عارفين ان هي سايكلين دي هي اللي بتعمل ايه ريجوليشن للجي 1 فيز، فقال لك ان هي بتبقى فيري سنسيتيف للجروث فاكتورز. سايكلين ديبندنت كايناز، فوجود السايكلين دي درايفز السيل ثرو الجي 1 تو اس فيز. وطبعا احنا عارفين ان هي سي دي كي موجود مع السايكلين دي. الصوره دي جاست توضيحيه، متوضح لك اللي هي مكان اللوكيشن اكزاكتلي اوف جي ريستريكشن بوينت او الستارت بوينت في اليست، ان هي لو فعلا ما حصلش ما لقتش جروس فاكتورز بيحصل ايه؟ بيحصل كويسنس اللي هو الكمون، والخليه تدخل في مين؟ في الجي 0. وانس ان توفر الجروس فاكتور الخليه ترجع تاني في الجي 1 وتدخل على طول في الاس فيز. طيب احنا بنقول بتعمل تشيك على الدي ان اي دامج. طب هو ايه الدي ان اي دامج؟ الدي ان اي دامج ممكن يكون ماينور او اكستنسيف، يعني حاجه بسيطه. تمام. تيجي بروتينات تتعرف على وتستحس الدامج ده وتعمل ريكروتمنت للانزيمات المسؤوله على الدي ان اي ريبير. تمام. طيب قبل ما عشان تدي لها فرصه لازم بتعمل سيل سايكل ارست زي ما قلنا. طب لو في اكستنسيف دامج مش قادر يتصلح، تيجي البروتينات تيجي
سنسور بروتينز اللي اتعرف عليها، ونعرف ايه السنسور بروتينز دي اللي هي الاي تي ام والاي تي ار، هنتعرف عليهم. بنسميها دي ان اي دامج ريسبونس، تبدا تعمل ريكروتمنت وتجمع البروتينات. البروتينات دي بنسميها افكتورز بروتين، اللي هتعمل الاكشن. اللي هتعمل الاكشن دي قلنا في الاول هتعمل سيل سايكل اريست. خلاص سيل سايكل اريست يكون تمبرري يعني مؤقتا لحد ما يتصلح ويحصل ريبير، لا اما يكون بيرمننت وبعد في الحاله دي هيحصل ابوبتوزس. ليه؟ لان الخليه ما قدرتش تصلح الخطا، الخليه ما قدرتش تصحح الخطا. تمام. طيب نشوفها في صوره توضيحيه احسن، يعني توريك اكزاكتلي مين بقى هم السنسور بروتينز. دي تعتبر اوفر فيو معايا. وليكن كمثال ان انا عندي يو في، الدي ان اتعرض ليو في عمل دبل ستراند بريك مثلا، او حصل اي انسلت، اي ماده كيميائيه ادت لدبل ستراند بريك. السنسور بروتين مين؟ اللي هم الاي تي ام اللي هو اتاكسيا. تمام، هو الاسم طبعا طويل شويه ولكن الاختصار بتاعه اي تي ام. الكايناز ده هو وانس ان هو استحس ان في دبل ستراند بريك. يعني ايه دبل ستراند بريك؟ يعني وليكن مثلا انا هما الدبل ستراند بتاع مين؟ الدي ان اي. خلاص حصل فيه كسر، يعني في الحته دي فيها جاب، هنا في هنا جاب فيه كسر. خلاص تيجي الاي تي ام تتعرف عليه وبعد كده تعمل اكتيفيشن لمين؟ للجارديان اوف ذا سيل. الجارديان اوف ذا سيلز اللي هو التيومر سبريسور اللي هو البي 53. البي 53 ده اكيد هنتكلم عليه كتير قوي في الكورس ده. بي 53 على طول وانس ان هو حصل له اكتيفيشن نتيجه الاي تي ام بيعمل اوفر اكسبريشن للبروتين اللي هو البي 21. احنا قلنا ايه عن البي 21؟ قلنا عليه سيل سايكل انهيبيتور، يقوم عامل ايه؟ سيل سايكل اريست. في نفس الوقت روحي خلايا اعمل دي ان ايه ريبير. قدرتي ماشي تعملي ريبير اتس اوكي، ما قدرتيش هنعمل ايه بقى؟ هنأدي لمين؟ لابوبتوزيس. طيب ايه اللي بيحصل اكزاكتلي عن طريق الـ ATR أو الـ ATM؟ الـ ATR بتعرف على single strand break، تمام؟ أما الـ ATM بيتعرف على double strand break، تمام؟ بيحفزهم kinases called checkpoint kinase 1 أو 2. تشيك بوينت كاينيز 1 بيعمل اكتيفيشن بي 53 زي ما قلنا، بي 53 بيحفز مين؟ البي 21. تمام، البي 1 يروح يعمل انهيبيشن للسايكلين اي والسي دي كي 2 فيمنع الخليه تدخل فين؟ تدخل في الاس فيز. تمام، في نفس الوقت البي 21 بيعمل ايه؟ بيحافظ على ال RB attached لمين؟ لل E2F. وانس ان هما مرتبطين مع بعض زي ما احنا عارفين بيمنع مين؟ السيل سايكل، بيمنع دخولها في الجي 1 لو تتذكروا من شرح المحاضرة الجزء اللي فات. تمام، طيب ايه اللي بيحصل كمان؟ هنعرف ده هو بعد كده اللي هو CDC 25. ايه هو CDC 25؟ ال سي دي سي 25 دول هنعرف منهم ان هم ايزوفورمز مختلفة، سي دي سي 25 اي بي سي. اللي بيعمل كنترول عند الجي 1 والاس فيز هو سي دي سي 25 اي، ولكن لما الكاينيز 2 يعمل له فوسفوريليشن على طول بيحط عليه علامة ويحط عليه مجموعة فوسفات. المجموعة الفوسفات دي بتقول لليوبيكوتين تعالي وايه وارتبطي بالسي دي سي 25 عشان احنا عايزين نعمل له ايه؟ ديجراديشن ناو. يبقى انا دلوقتي السي دي سي 25 بيحصل له فوسفوريليشن باي سي اتش كي 2 leading to its degradation عن طريق مين؟ عن طريق اليوبيكوتينيليشن. تمام، فتمنع، فطبعا لما يتكسر هتمنع دخول الخلية في الجي 1 اس فيس، وهتمنع الميتوزس لو هو سي دي سي
25 سي. فبيزد على السيل سايكل السي دي سي بتشتغل انهي واحد فيهم ايزوفورم، وهي الابريفيشن بتاعها جايه من سيل ديفيجن سايكل، سيل ديفيجن سايكل. تمام يا شباب. عشان اللي بيعمل اكتيفيشن ريسبونس للدي ان ايه دامج اللي هو البي 53، فقال لك ان البي 53 ده عامل زي الحارس، هو الجارديان اوف ذا جينوم، لانه وانس ان بيحصل له اكتيفيشن على طول بيحصل له ايه، اول ما بيحصل له اكتيفيشن بيروح يزود البي 21 اكسبريشن ويعمل ايه، ويعمل سيل سايكل اريست. طيب لما هو كده ما شاء الله البي 53 از جارديان اوف ذا جينوم، ليه في عدد كبير جدا من الكانسر، ليه موجود كانسر اصلا؟ قال لك لان البي 53 بيبقى موجود في الكانسر بيكون ميوتيتد، بيبقى فيه ميوتيشن، الميوتيشن دي بتخلي البي 53 مش شغال. فوجدوا ان over 50% of all human cancer ال B53 is mutated. طبعا لما بيحصل فيه mutation ما بيقدرش يعمل ايه suppression للtumor formation، وطبعا الخلايا لو فيها اي mutation او في DNA damage عادي الخلية هتبدأ تشتغل عادي وتعمل cell cycle over and over، وزود any control وزود any checkpoint على اذا كان حصل ريبليكيشن صح، اند لو في دامج من اليو في ولا لا. فللاسف معظم الكانسرز اللي موجوده فيها بي 53 از ميوتيتد. ليه؟ دي جاست صوره بتوضح تاني، لما بيحصل له البي 53 از اكتيفيتد بيعمل ستوب للسيل سايكل وبيمنع الايه التيومر جروس. طيب زي ما احنا قلنا ان البي 53 is activated، ده معناها ان البي 53 اصلا موجود في الخلية بيكون inactive. قالك اي بيبقى موجود inactive. طب هو موجود فين؟ موجود في النواة ولا موجود في السيتوبلازم؟ قالك بيبقى موجود فين؟ في السيتوبلازم. موجود في السيتوبلازم بيبقى مرتبط ببروتين اسمه MDM2. MDM2 ده as long as it is attached بيفضل attached لمين؟ يفضل هنقول مثال، مثلا هنا ال MDM2 مرتبط بمين؟ مرتبط بال B53. مرتبط بمين؟ بال B53. ده موجود فين بقى المجموعه دي كلها؟ المجموعه دي موجوده فين؟ في السيتوبلازم. طيب النواه فين؟ النواه معانا هنا اهي. تمام، طول ما هو مرتبط بال MDA مرتبط بال B53 بنقول عليه inactive. وانس ان هو حصل له اكتيفيشن بقى بسبب الايه، بسبب اذا كان في DNA damage ال ATR وال ATM حفزوه، على طول ال B53 يبعد عن مين؟ يبعد عن ال MDM2، وعلى طول بيحصل ايه؟ يتنقل في النواة عشان يأثر على مين؟ على الجين اكسبريشن الخاص بالجينات اللي هتعمل ريبير، خلاص زي ما احنا قلنا، وهتعمل سيل سايكل اريست. تمام. طيب ازاي اصلا بتعمل بيبعد عن ال MDM2؟ لانه نتيجة الكاينيزيس، المدام كاينيزي بقولنا هيضيف مجموعة فوسفات، فبتضيف مجموعة فوسفات هنا اهو على مين؟ بتضيف مجموعة فوسفات على ال B53. فلما تضيف مجموعة فوسفات على ال B53 بيبقى ايه؟ بيحصل ان هي ال MDM2 ما يقدرش يرتبط بيه. تمام يا شباب. الصورة اللي هي توضيحية، هي مش معاكم في الـ في الـ في المذكرة خلاص، ولكن جس انا بوريكم ان فعلا لو الدي ان ايه او الخلية اتعرضت لانفراريد راديشن او يو في راديشن
تمام، نتيجة لان في دامج البي 53 عندنا ده هو بيبدأ يحصل له ايه بقى؟ فوسفوريليشن، اهو زي ما انا قلت فوسفوريليشن عند السيرين على الامينو اسيد سيرين. طب انهي امينو اسيد رقم كام؟ السيرين رقم 18. وانس ان حصل كده بيحصل له ايه؟ اكتيفيشن، ويزيد مستواه عن الام دي ام 2، لان للاسف الام دي ام 2 طول ما هو مرتبط بالبي 53 بيكون المستوى بتاعه قليل، دايما حصل له تكسير ديجريديشن، متضاف عليه يوبيكوتين ومتكسر. اول ما اتحط عليه مجموعه الفوسفات على طول لا تبدا ايه، يبقى معايا البروتين البي 53 عالي. تمام. ثاني نوع بقى من التشيك بوينت اللي هو الجي 2، احنا كنا قلنا سمري كده عنه في الاول، وقلنا ان هو بيعمل بتاكد ان السيل سايز صح وادكويت لان هو يحصل له ميتوزيس. ايه اللي بيعمله تاني؟ ان هو بيتاكد ان دي ان ايه حصل له ريبليكيشن ان بروبر واي، ولو في جزء من الدي ان ايه حصل له ان يعني ما حصلوش ريبليكيشن ان ريبليكيتد دي ان ايه، الخلايا بتقف بيعمل لها هولدنج يعني بيعمل لها اريست. لو في اي دامج نتيجه مثلا زياده في الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، زياده مثلا في اليو في زي ما قلت، او اي ماده كيميائيه بتؤدي للدي ان ايه دامج، في الحاله دي بيوقفها عند مين؟ عند الجي 2 فيز. طب بيعمل الكلام ده ازاي؟ هنرجع تاني ان لو حصل سنس ان في دامج خلاص، هنرجع تاني لمين؟ للي سي بي سي 25 اللي هو سيل ديفيجن سايكل 25. بيعمل ايه؟ هو عبارة عن فوسفاتيز، هو عبارة عن فوسفاتيز يعني العكس من مين؟ من الكينيز. طيب ايش معنى هيعمل ايه الفوسفاتيز ده؟ عندنا السي تي كي 1 مرتبط مع سايكلين بي، از لونج از لو هو عليه فوسفوريليشن مش هيشتغل. تمام، يعني الخلية مش هتقدر تروح تعمل ميتوزيس. معناها ان السي دي سي 25 اللي هو فوسفاتيز هيجي يعمل ايه بقى؟ هيجي يشيل مين؟ يجي يشيل مجموعة مين؟ الفوسفات دي. لما يشيلها يزيد معايا مستوى مين؟ السي دي كي 1 سايكلين بي اللي انا عايزهم عشان اروح فين؟ عند الميتوزيس، بس اول مرحلة اللي هي البروفيز. تمام؟ as long as بقى لو فيه دامج، لو فيه بقى ايه دامج، ايه اللي هيحصل؟ ان السي دي سي 25 ده يحصل له يوبيكوتينيليشن ويحصل له دامج خلاص. فلما يحصل له دامج طبعا الكومبلكس ده هيفضل زي ما هو في الفوسفوريليتد فورم. تمام، فما بيدخلش فين؟ في الجي، في الايه، في الام فيز. الكلام ده يعتبر جاست شرح اللي انا قلته، هو طبعا معاكم في المرجع اللي معاكم في ايديكم. نفس الحكاية هو على السي دي سي 25، وان السي دي سي 25 بيمنع بيشيل الفوسفات جروب، ولو هو حصل له هو ذات نفسه فوسفوريليشن بيرتبط مع بروتين اسمه 1433 بروتين، فيخليه يحافظ عليه فين؟ في السيتوسول، ويمنعه من الدخول فين؟ في النيوكليوس، فيفضل السي دي كي 1 سايكلين بي ان ذا فوسفوريليتد فورم، لان ما جالهمش مين؟ الفوسفاتيز للنيوكليوس عشان يعمل لهم ايه، يشتغل مجموعه الفوسفات. ثالث نوع بقى من التشيك بوينت اللي هو سبيندل اسمبلي تشيك بوينت، يعني بيتحقق ويتاكد ان كل الكروموسومات اتاتشد للسبيندل، بحيث ان هو لما يجي ينفصلوا عن بعض، لما ينفصلوا عن بعض ويروح كل واحد منهم يروح للقطب المقابل له ناحيته بمعنى اصح، علشان يديني اتنين خلايا فالسيستر كروموتيديا ان كل منهم ينفصل عن بعض. ف
فنتعرف بس هما ازاي بيبقوا ملتصقين وازاي بينفصلوا، وبعد كده نشوف ايه اللي بيحصل في التشيك بوينت. في الحالة الطبيعية تمام، وليكن مثلا انا عندي الكروموسومات اللاين دايا واقفة في النص متصلة بالسبيندلز، المفروض ان الطبيعي ان عند الكاينت كور بيبقى متصل بها السبيندلز. تيجي عند الانافيز ايه اللي هيحصل؟ الكروموسومات اللي لاصقة في بعض دي اللي هي السيستر كروموتويد دي، لو بصينا بصورة توضيحية شوية على اليمين هتيجي تبص هتلاقيهم مرتبطين ببعض عن طريق كوهيجن كومبلكس، اسمه كوهيجن كومبلكس. الكوهيجن كومبلكس دي اللي ماسكاهم مع بعض عشان تفصلهم عن بعض محتاجة هي تتكسر البروتينات اللي هي اسمها الكوهيجن دي تمام. فهتتكسر ازاي؟ عشان تسمح ان السيستر كروموتيد ينفصلوا ويتشدوا ويحصل لهم سيجريجيشن، دي تروح لليمين ودي تروح للشمال تمام. لازم الكوهيجن موليكيولز دي يحصل لها ديجراديشن. هيحصل لها ديجراديشن ازاي؟ عن طريق بروتين اسمه سيباريز، اسمه انزيم اسمه سيباريز. السيباريز بيروح يقطع الكوهيجن دول عن بعضهم فيفصلهم عن بعض، فيخلي السيستر كروموتويد تمشي وتنفصل عن بعضها خلاص. طيب السيباريز ده اصلا بيبقى موجود على طول ما السيل سايكل شغال؟ لا، بيبقى دايما متصل ببروتين اسمه سيكيورين. السيكيورين ده ما يشتغلش الا اذا كانت السيستر كروموتويد متصله بمين؟ بالسبندل. فيحصل له ديجراديشن السيكيورين، يحصل له ديجراديشن. طب هيحصل له ديجراديشن ازاي؟ عن طريق اليوبيكوتين. طب مين اللي حط عليه يوبيكوتين؟ كومبلكس اسمه انافيز بروموتنج كومبلكس، انافيز بروموتنج كومبلكس. اتمنى انكم بس تمشوا معايا سيكونس كده وانت هتعرف ايه اللي حصل تمام. ات ذا سيم تايم انا محتاج الخلايا بقى، احنا كنا عارفين ان السايكلين بي والسي دي كي 1 بيخلي الخلية في مين؟ في الميتوزس، في مرحلة الميتوزس. فأنا دلوقتي أنا عايز أخرج من الميتوزس وعايز أروح للأنافيز، عايزهم ينفصلوا عن بعض السيستر كروموتويد دول. فلازم يتكسر مين؟ السايكلين بي 1. هيتكسر إزاي؟ لما يتحط عليه يوبيكوتين. مين اللي حاطط عليه يوبيكوتين عشان يروح يكسره؟ الإيه؟ الأنافيز بروموتينج كومبلكس. من اسمه بيقول أنافيز بروموتينج كومبلكس. بروموتنج يعني هيسمح بمين؟ بالانافيز. ايه هي الانافيز؟ ان السيستر كروموتيد ينفصل عن بعض تمام. فهمنا ايه الطبيعي؟ طيب ان حصل ونبص بقى على الشمال ولقينا ان الميتوتيك سبيندلز، السبيندلز ده اهي مش متصله بالكاينتوكور للكروموسوم، في الحاله دي لما يجي ينفصلوا مش هتنفصل ان بروبر واي تمام. فايه اللي المفروض يحصل على طول؟ لو حصل ان في ان اتاتشد كاينت كور في كومبلكس اسمه ام سي سي اللي هو بيتكون، احنا هنذكر بس منه السي دي سي 20 اللي هو سايكل ديفيجن سيل ديفيجن سايكل 20، بيعمل ايه؟ على طول يحصل له اكتيفيشن ويروح يعمل انهيبيشن لمين؟ للانافيز بروموتنج كومبلكس. لو هو عمل ان اكتيفيشن للانافيز بروموتنج كومبلكس ايه اللي هيحصل؟ السيكيورين هيفضل موجود والسايكلين بي هيفضل موجود، السيباريز مش هيبقى اكتيف، مش هيقدر يقطع الكوهيجن، مش هيقدر يفصل مين؟ السيستر كروموتوري تمام. اتمنى انها تكون مفهومه، ولو احتجتوا اي اسئله برضو بلغوني وانا احاول بطريقه تانية ان انتوا تفهموا. طيب يا شباب احنا نعتبر ما شاء الله خدنا تو ماتش جينز او بروتينز ريجوليت السيل سايكل ماشينري. طيب ليه احنا خدنا كل ده وحاولنا نفهمه؟ اللي حاولنا نفهمه لان وجدوا ان معظم الهيومن كانسر بتعمل اكسبريس للايه؟ للجينات. الجينات دي بتكون ميوتيتد، الميوتيتد جينز دي اللي هي بتعمل ريجوليشن للسيل سايكل. فيعتبر ان انا اعمل ان اندرستاندنج الماشينري دي تعتبر سمثينج indispensable، يعني ما لا غنى عنه خالص ان انا ما اكون مهتم بعلم مين؟ الستادي اوف مولكيولار اونكولوجي. بالنسبه لنا طيب يا شباب نعمل كده سمري للي احنا قلناه خالص في النورمال سيلز عشان نشوف بقى.
دي تعتبر رسم توضيحي كده بيوري لك علامة المرور، ده اللي تشيك بوينتس اللي احنا قلنا عليها. خلاص، ان انا طبعا لو الخلية حصل لها متوفر ليها الجروس فاكتورز واللي محتاجاها والنيوترينت اللي محتاجاها عشان تعمل ديفيجن، المفروض ان هو هيقول لها الانكوجين اللي وليكن مثلا بعض البروتينات، هتعمل لها قولي اوكي اتس اوكي جو ناو واعملي ايه الديفيجن، او ان هي مثلا لو ما لقاش انف نيوترينت فهتخرج وتعمل اكزيت وتفضل في الجي 0. طيب هي عدت خلاص في الجي 1، اثناء الجي 1 دي المفروض ان هي بتعمل تشيك وتشوف حجم الخلايا بيبقى بيكبر عندي، بيبقى مثلا بتبقى ميتابوليكلي اكتيف، بتبقى نشطه. لو حصل مثلا وتعرضت لاي يو في مثلا او اي دامج بيحصل ايه بقى؟ بيحصل الاول اللي هو التشيك بوينت عند اللي هو الجي 1، لو وجدوا مثلا في اي دامج زي ما احنا شرحنا سابقا اللي عن طريق تيومر سبريسر جينز، هتوقفها وتقول لها اعملي اريست لحد ما تصلحي مين الميوتيتد جينز، تمام، ونكمل بقيه السايكل خالص لو كل حاجه اتس اوكي فيه. خلاص، ده يعتبر معايا يا شباب رسم توضيحي كده لو انا عندي كل الحمد لله الجينات كلها نورمال في اللي هي بتعمل ريجوليشن، اذا كانت عند تشيك بوينت اي تشيك بوينت من اللي احنا شرحناهم جي 1 او اللي هو الجي 2 او اللي هي الميتوتيك سبيندل اللي هو الاسمبلي بتاعت مين الميكروتوبيولز، لو كل حاجه تمام المفروض تعتبر كانها فرامل كده، الفرامل شغاله معايا تمام وتمنع نمو مين الكانسر. لكن وانس ان بعض الجينات دي حصل فيها ميوتيشن، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي العربيه كانها ماشيه بسريعا جدا بسرعه عاليه لمين للديفلوبمنت لمين للكانسر، ويتحول عندي ده في حالة ان طبعا الميوتيشن حولت البروتو اونكوجين ليه لأونكوجين. امثلة بقى لبعض الجينات اللي حصل فيها فعلا ميوتيشن في الكانسر اللي هي مثلا زي مين؟ زي كل اللي موجود باللون الاحمر ده يعتبر اوفر اكسبريست وموجود بمستوى عالي فين؟ في الكانسر سيلز. اما البلو ده معناه ان هو داون ريجليت. لو احنا جينا لاحظنا هنيجي نبص هنلاقي اللي هم حصل لهم اوفر اكسبريشن هم الجينات المسؤوله على السيل سايكل بروجريشن اللي تخليها تمشي، تمام، ساتش از السايكلين دي 1 وجدوا ان هو في حوالي الامبليفيكيشن بتاعته في اكتر من 20% من الميموري كانسرز، تمام، نتيجه مثلا ان حصل في الترانسليكيشن او امبليفيكيشن فين في 50% مثلا من الليمفوما. السي دي كي 4 اللي هو سايكلين ديبندنت كاينيز 4 بيحصل له اوفر اكسبريشن ان ميموري كانسر اند جليوبلاستوما. السايكلين اي اوفر اكسبريست ان 10% اوف ميموري كانسر، والسي دي سي 25 اوفر اكسبريست ان اكتر من 20 نوع من انواع الكانسر. لكن اللي حصل فيهم داون ريجليشن للاسف هم مين اللي بيعملوا سيل سايكل اريست او تيومر سبريسور، such as البي 16 بي 27 الار بي 1 والسي اتش كي 2، وطبعا بالجانب ده كله بيكون مين البي 53 معايا فيه ميوتيشن. طبعا الامثله اللي احنا قلناها كانت الجينات اللي هي المسؤوله فينا عن السيل سايكل، تمام، اذا كان مثلا البروجريشن او الاريست. طبعا احنا ذكرنا ان لازم لو التشيك بوينت اللي هي الميتوتيك اسمبلي تشيك بوينت لو هي مش شغاله كويس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل امبروبر كروموسوم سيجريجيشن، فبتؤدي لايه؟ لحاله بنسميها اللي هي الايه الانابلويدي. الانابلويدي دي بتكون عباره عن ابنورمال نمبر اوف كروموسومز، تمام، ساتش از مثلا ممكن تلاقيه بيحتوي على اكسترا كروموسوم فيبقى مثلا من 46 يبقى 47، او يفقد كروموسوم فتبقى 45. احنا لو جينا نبص كده يا شباب عند الصوره اللي هي على اليمين دي شكل الكروموسومات لما بتعمل لها كاريوتايبنج. كاريوتايبنج ده عباره عن تكنيك بيشوف بيصبغ الكروموسومات ويشوف عدد الكروموسومات اللي موجوده. فنيجي نبص هنلاقي عند الكروموسوم رقم 13 هتلاقي ان هو حصل جين لمين لاكسترا كروموسوم عن اكسترا كروموسوم عند مين رقم 13، فيبقى عندي ايه هنا؟ عندي بنسميه ترايزومي، او لو فقط بنسميه ايه مونوزومي كونديشن. وجدوا ايه برضو كشباب لما درسوا السيل سايكل؟ وجدوا ان عند اللي هما تيومر سبريسور زي الار بي مثلا والبي 53 زي ما احنا شايفين هنا كده، بعض الفيروسات اللي بيصاب بيها الانسان بيحصل له، احنا عارفين ان الفيروس ممكن يعمل انتجريشن لجوه الجينوم الخاص بالايه بالخلايا، فللاسف مثلا زي السيمون فيروس مثلا 40 ده حصل له انسيرشن فين؟
في ال V53 وال RB أدى لمين؟ أدى لل inactivation of الانكتيفيشن اوف ذا تيومر سبريسورز زي الار بي والبي 53 الادينوفيروس الاتش اي اللي هو البابيلوما فيروس كمان بيؤدي للميوتيتد مين ميوتيتد سيل سايكل ريجوليترز such as البي 53 اور الار بي. طيب يا شباب احنا كل ده عملنا مثلا الريجوليترز بتاع السيل سايكل وخدنا اللي بقى يحصل فيه ميوتيشن. طب احنا هنعرف منين ان الخلية موجودة في اني فيز؟ اذا كانت مثلا في الاس فيز في الجي 1 ولا الجي 2 ام ولا في اني فيز بالظبط. المعضلة دي قدروا يعملوها عن طريق استخدام تكنيك اللي هو الفلو سيتومتري او التدفق الخلوي. التدفق الخلوي ده عبارة عن ماشين بيقيس الفلورسنس ان سنجل سيلز. طيب بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على فكرة ان هو موجود اصباغ such as الامينو اكتينو مايسين دي اللي هو الاختصار بتاعه 7AAD or بروبوديوم ايودين or اللي هو الهخت اللي هو 33342 or داب. الستينز دول عندهم القدرة انهم bind to النيوكليك اسيد اللي هو DNA فلما بيرتبط بيه عن طريق الاكسيتيشن والاميشن يديني فلورسنس. تمام الاصباغ دي بقى تعتبر بيسموها ستيكيومتريك يعني ايه؟ يعني كل ما ترتبط بدي ان ايه اكتر بتركيز عالي من الدي ان ايه اكتر كل ما تديني فلورسنس اكتر. تمام ده معناها برضو ايه اللي هيساعدني ازاي في تحليل السيل سايكل؟ احنا نعتبر يا شباب لو احنا مثلا الخليه لسه مثلا في الجي 1 تمام المفروض ان عدد الكروموسومات فيها نقول مثال 2N. المفروض اثناء الاس فيز المفروض ان العدد ده بيبقى دبل بدل ما يبقى 2 بيبقى ايه بيبقى 4 عدد الكروموسومات عشان كل خليه لما تنقسم تاخد ايكوال نمبر اوف كروموسومات. تمام طيب ده معناها ان انا لو الصبغه حطيتها على الخليه وهي في الجي 1 هتديني فلورسنس اقل عن الدي ان عن الصبغه اللي هتديني اللي هترتبط بكميه اعلى من الدي ان ايه في مثلا في الاس فيز او الجي 2 ام فيز. تمام هي دي الفكره اللي اعتمدوا عليها انه بيرسموا مثلا اكس واي كيرف. تمام الاكس ده معناها ان ده انكريسنج الفلورسنس وهنا مين السيل كاونت. فما وليكن مثلا لو انا عندي الفلورسنس قليل ده معناه ان انا عندي الخلايا في الجي 1. طيب لو انا عندي هنا فلورسنس يبقى مثلا اس فيز او الجي 2 ام. الخلايا دي ما اقدرش اعمل فيها الكلام ده الا اذا خدت الخلايا وعملت لها حاجه اسمها فيكسيشن. عملت لها فيكسيشن. الفيكسيشن دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ان انا بستعمل الكحول مثلا زي الايثانول او الميثانول. تمام بيعمل دي هيدريشن بيسحب الميه اللي موجوده في الخلايا فيوقفها عند المرحله اللي هي فيها. ما انا لو انا سبت الخلايا شغاله على طول ممكن تفضل تعمل بروليفريشن عادي فانا مش هعرف اصلا هي واقفه عند انهي فيز نتيجه مثلا للمعامله مثلا تريتمنت بدرج معين ولا لا. فعلشان كده لازم اعمل لها فيكسيشن اوقفها عند الحاله اللي هي فيها بمعنى اصح متلبسه في الحاله دي. تمام وبعد كده بنروح ايه نحط طبعا لازم تكون الصبغه دي او الفيكسيتيف ده يكون عنده القدره ان يعمل لي بورز صغيره في الممبرين عشان الصبغه تقدر تدخل من السيل ممبرين فتدخل من السيل ممبرين فترتبط بالدي ان ايه فتديني الايه الفلورسنس بعد الايه الاكسيتيشن. طيب بعد ما بناخد الداتا دي او الميجرمنت والفلورسنس دي بنعمل ايه؟ ازاي بنعرف ونقول فعلا انها خلاص هي لا ده انا عندي خلايا كتير في الاس فيز لا عندي خلايا كتير مثلا في الجي 1 فيز. لو احنا جينا نبص كده يا شباب ده شكل الجرابس اللي بنحصل عليها من الفلو سيتومتري اللي هو الجهاز التدفق الخلوي. بيبقى عندي هنا اول جراف بيكون بيرسم الفورورد سكاتر والسايد سكاتر ده على الاكس اكسس وده على الواي اكسس. فالمفروض ان انا كل ما تكون الخلايا حجمها صغير دي بنعتبر عليها سيل ديبريز يعني الخلايا اصلا ميته ما تعتبرش خلايا. تمام فمعناها ان انا عندي وليكن الاريا دي كلها بتدل على ان انا الخلايا ما هياش كلها وان سايز ار هيتروجينوس. تمام ولكن بعمل اكسكلود لمين بقى؟ بعمل اكسكلود للخلايا الميته دي انا مانيش محتاجاها خالص ولكن لو سمحت اعمل لي مثلا في الاناليسيس بقول له اعمل جيتنج على المنطقه دي وهات لي ارسم لي البالس ويدث مع الايه مع البالس اريا في للخلايا. تمام فيظهر لي ان انا عندي بوبيوليشن هنا اللي انتم شايفينها دهيا تعتبر ايكوال ولكن يختلفوا في الفلورسنس اللي هو بنسميها في الهيتروجينيس او في الحجم بتاعها.
طيب نيجي بعد كده ان هم يقولوا ايه، اعمل لي مع الفورورد سكاتر اعمل على الواي هنا اكسس البروبوديوم ايودين. انا عندي هم الخلايا اللي انت قلت عليهم، هنيجي نبص هنلاقي شويه هنا عندي فلورسنس اقل، زياده شويه، وبعد كده زادت الخلايا معايا ايه في الفلورسنس، ده حجمها هم دول ايكوال في الحجم، ولكن الفلورسنس بتاعهم اللي اختلف. نيجي نغير بقى ونشوف قد ايه من الخلايا في الحته دي، ايه الخلايا قد كاونت وده الايه الكاونت بتاعها. فالابرس مين اكس وواي بنقول له على قد الفلورسنس اللي موجود، لو هو قليل انا عندي قد ايه من الخلايا سيل كاونت. فيجي يوم قايل لي ايه، انت عندك وليكن مثلا هنا حوالي 65% من الخلايا موجوده في الجي 1، الدي ان ايه فيها اقل. بعد كده بدا الفلورسنس يزيد شويه، ولكن عندك حوالي 13 مثلا و7 من 10 من الخلايا دول جاست نسبتهم من الميه. بعد كده في فلورسنس زاد شويه اللي هي اثناء بقى ايه الدبلنج اللي هو الايه الديفيجن بتاعت الخلايا اللي هو بنسميها جي 2 ام فيز، يقول لك مثلا عندك حوالي 16% من الخلايا. لو جيت تبص مثلا هتلاقيهم دي النسب الايكوال بتاعها هيكون 100%. طيب فايده ايه التكنيك ده بقى؟ فايده التكنيك ده مثلا لو انا جبت الخلايا الكانسر وحطيت عليها درج معين اندر مثلا انفستيجيشن، وبحاول اشوف الدرج ده قدر يوقف الخلايا عند انهي فيز بالظبط. لو مثلا عندي خلايا كتير مثلا عند الجي 1، عندي خلايا كتير مثلا عند الجي تي ام، فالمفروض مثلا لو هو بيأثر وبيوقف الخلايا عند الجي تي ام مثلا، فهاجي ابص الاقي لما اجي ارسم الكيرف بتاعي هلاقي عدد قليل عند الجي 1 بعد كده اس فيز، وعندي الاوبوزيت فيجر خالص من اللي انتوا شايفينه على الشمال ده. تلاقي بقى انت عندك نسبه كبيره فين؟ عند الجي تي ام. طيب انا بقى دلوقتي معناها ان انا عندي دراج هو بيأثر على السيل سايكل هيوقف البروليفريشن بتاعتها، هاخده بقى الدراج ده اشوف هل هو فعلا وقفها عند الجي 2 ولا وقفها عند الام. ففي الحاله دي بنستعمل بقى نظر ماركر تاني عشان يقول لي الماركر ده هو اذا كانت الخليه واقفه فعلا في الجي 2 تمام، ولا عند الام عند السيتوكاينيزيس مثلا، ولا عند انفصال الكروموسومات، ولا فين المرحله بالظبط تمام. بس وده يعتبر معانا شرح السيل سايكل مع الاناليسيس بتاعتها، وازاي ممكن تساعدنا في الدراج ديسكفري. ولما نيجي نتكلم بقى على الدراجز الانتي كانسر دراجز هنوضح ان في بعض دراجز تارجتنج السيل سايكل، بعض الدراجز نوت تارجتنج السيل سايكل، هنقسمهم ان شاء الله بعدين ساعه ما نيجي ناخد الايه الانتي كانسر دراجز.